السلام عليكم طلاب، اليوم راح نحكي عن موضوع Central Processing. أولاً أنا عندي مجموعة من المهام اللي ينصح لها تاسك، عندي Problem، عندي شيء أريد الحاسبة تنفذه. فكل Complex Task، أي تاسك أو مهمة معقدة لا يعني مو مباشرة تتنفذ، تجي تجزأ إلى sequence of simpler task، يعني أجزاء مبسطة، مهام مبسطة ومتسلسلة، وأيضا إلى binary machine instruction. الباينري ماشين انستركشن احنا نحتاجها بكثير من التاسك مالتنا حتى ينفذها السي بي يو. لنفترض انه انا عندي عددين اللي هو البي والسي، واريد اجمعهم واخلي الناتج مالتهم باي، لكن اني كل واحد من الاي بي سي هو يحتوي على قيمه موجوده. وين القيمه اللي بي؟ هو عباره عن عنوان لوكيشن بالذاكره. راح اجي في البدايه هذه المعادله راح تقسم الى ثلاث اجزاء، ثلاثه انستركشن، 3 انستركشن. الاعاز الاول شو يقول؟ يقول انت عندك البي والسي تريد تجمعهم. زين اني اذا البي عباره عن شنو؟ يحتوي على موقع، عباره عن موقع بالذاكره، فاروح على الموقع الذاكره اللي هو البي اسوي له كوبي واخليه وين؟ محتوياته بالارشيف. اذا هنا انا سويت لود بالمحتويات الموجودة موقع الذاكرة المشار إليه بالقيمة بي، أجي أخليها بالآرتو. بعدين أجي أجمع السي مع الآرتو. السي أيضا هو عنوان موقع لوكيشن بالذاكرة وبمحتويات، أجي أجمعها بالآرتو. الناتج مالتي الجمع وين صار هسه؟ بالآرتو. أني مالتي التاسك تقول الأي يساوي البي زائد السي، فأجي أقول له محتويات الار 2 خليها بموقع الذاكره المشار اليه بالاي. هذا مثال بسيط عن عمليه تجزئه التاسك مالتنا اذا كانت كومبلكس الى اجزاء ابسط ويتم تنفيذها. كل اسمبلي انستركشن هاي كلها احنا تدرون انتم اخذتوها ان شاء الله بالكورس الاول. اسمبلي انستركشن اعازات اسمبلي لانجوج، هذه تحتاج عملية encoded، مثل ما كان بيها encoded تحتاج إلى عملية encoded ونحولها إلى الباينري حتى يقدر ينفذها central processing unit اللي هو CPU، لأن CPU يتعامل مع الأرقام الباينري. لذلك كل instruction راح يقسم إلى fields، هذه الفيلد تعوض عنها بقيم من البتات. على سبيل المثال opcode fields identify the CPU operations، الoperations العملية اللي تسويها CPU، وهناك الموقع الادريس، وهناك الريجستر أو ما شابه. على سبيل المثال هنا عندي هذا المثال، عندي الفيلد نيم والفيلد ويد. الفيلد نيم هو اسم الفيلد مالتي اللي راح يحتوي المحتويات شو هي شنو. مثلا هنا اوبكود اللي هي الاوبريشنز اللي راح ينفذها السي بي يو، هنا ايش قد نطا؟ نطا اربع بتات، اربع بت، على فرض انه خط العمل مالتي هنا 16 بت، الريجستر اخذ 2 بت، الباقي 10 بت راحت لمن؟ للادريس، العنوان اللي راح اللي يشار اليه للانستركشن المعين بالذاكره. حتى ننفذ فد برنامج محدد الانستركشن مالته والبيانات تحتاج ان نخليها كلها بالذاكره وبعدين ننفذها. فعلى سبيل المثال المثال السابق مالتنا A تساوي B زائد C، كل واحد من ال A وال B وال C هو عباره عن موقع، يعني مو هو الموقع، لا، محتويات تشير الى موقع بالذاكره. لنفرض انه ال A وال B وال C بالذاكره، وكل واحد من عنده ماخذ موقع الاي اللي هي 200 201 202، معناها الاي بشكل متسلسل، معناها الاي اخذ المكان هو 200 هكسا، البي 201 هكسا،
السي 202 هكسا، مشي بالتسلسل ونطل كل متغير قيمة location. هسه placement للresult للفلم memory for للبروجرام execution السابق اللي حكينا عليه راح يكون بهالطريقة. أنا شنو عندي؟ عندي 200 200 201 202، لأن بال 200 راح أخلي محتويات الـ A، أروح على الـ 200 أشوف شنو محتويات الـ A؟ زيرو. 201 محتويات الـ A؟ 9. 202 محتويات الـ A؟ 0.6. بس أنا شلون عرفت؟ أول شيء أجي أخلي كل من بداية الذاكرة، هنا أنا بالمثال قايل إنه الذاكرة تبدأ بالصفر 8.0 هكسا، فأني أجيب قسمة الذاكرة 0.80.0.81.0.82 ETC، معناها تستمر إلى أن يوصل بعدين 200.201.22 وهكذا. نيجي على الإعادة الأول، الإعادة الأول يقول لي load R2 بين قوسين مربعة 2.01H، معناها حمل، فهذا الإعاز مالتي وين إجي؟ إجي هنا، هذا الإعاز كله قيمته وين موجودة؟ موجودة بموقع الذاكرة اللي يجي 0.80. الإعاز الثاني يليه، والإعاز الثالث يليه، وهكذا. من يجي الـ CPU يريد ينفذ، يروح على الـ Instruction هنا، يشوف الـ Instruction بعملية load. load لمن؟ load للـ R2. من منو؟ من 2.01 هكسا، فيروح مباشرة على 2.01 هكسا، لمن يعطيها؟ للـ R2. الـ R2 احنا بالبرنامج وين راح؟ راح للبيم. يرد مرتش الثانية، يسوي عملية جمع. لما ينزل البوينتر صار عندي الموقع مالتي اللوكيشن مالتي الذاكره 0.81، والمحتويات مالتي هاي الرمز مالتها، لكن هي تعطيني لما يجي يسوي لها ديكودر هي عباره عن انستراكشن اد ار2 ويا من؟ ويا اللي موجود بموقع الذاكره 202. ار2 شنو خلينا بيه؟ استونا خلينا من الموقع 201 بالار2، اذا بي 9. زين نجمعها ويا من؟ ويا قيمة قيمة الموجودة بالموقع 202، نروح على الموقع 202 نلقي 0.6 جمعناهم. يقول هسه شو تسوي؟ تخليهم بالموقع 200، فلذلك الأي راح ياخذ البي زائد السي. هذا أبسط مثال لكيفية قراءة الانستركشن من قبل السي بي يو. إذا جينا على الـ CPU Organization and Operation، الـ Operations للـ CPU عبارة عن Fetch Execute، أسحب وأنفذ، أسحب وأنفذ، فهو يدخل بـ Cycle للـ Fetch Execute. مختلف الـ CPU Organization تمتلك نفس السلوك في عملية تنفيذ البرامج. هذا السلوك في لتنفيذ البرامج من قبل السي بي يو نقدر هنا نشرح طلاب بالفلو تشارت. هذا اولا البيجن او اي فلو تشارت يجي البيجن اللي هي راح يصير عندي بها فيتش، عندي سحب للبيانات، يجي السي بي يو يسال بعد ما نفذ او هستوى اللي يريد ينفذ، are there any instruction؟ اكو instruction انفذها لان انا قاعد كل شيء ماذا اسوي؟ فيا اما يكون عندي نو ما عندي انستركشن، او عندي انستركشن. في حاله عندي انستركشن اذا راح ينطي اعاز فيتش ذا نيكست انستركشن، سحبه. ورا ما يسحبه شو يسوي؟ لقينا السايكل مالته اكسكيوت، يسحب وينفذ، يسحب وينفذ. ورا ما نفذ هاي، ورا كل اعاز تصير هاي الحركه، ورا ما نفذ الاعاز يقول انتربت ريكواير، هل مطلوب انتربت عن مقاطعة، وهذا إن شاء الله نشرحها بمحاضرات قادمة. نرجع هنا، يا أما ينسى وراح يسوي فيتش بعدين اكسكيوت، أو شنو؟ أو نو يعني ما عندي انستركشن، أيضا راح يروح ينزل نفس السؤال يسأل إذا ما أكو انستركشن هل أكو مقاطعة؟ يعني أكو في الطلب آخر غير تنفيذ الانستركشن. طبعا هذه حسب وجود الانستركشن من علمه.
بعد أن يخلص عملية الانتربت إذا كانت موجودة transfer control to interrupt handling program. أي interrupt هنا أنا بعد كل instruction يجي يفحص أكو interrupt لو لا ويحول عملية السيطرة إلى الانتربت program. هذا طبعا حسب نوعية المشكلة اللي مطلوب بها interrupt اللي هي المقاطعة. نجي على الهاردوير implementation. الريجسترات تحتوي على فليب فلوب. إذا ريجستر بي ان بت ريجستر معناه هو عنده ان بت فلوب، يعني إذا عنده خمسة ريجستر معناه خمسة الريجستر بخمسة بت معناها ان فليب فلوب. هذا مثال عندي ريجستر وبي مجموعة من البتات بت ريجستر الداخلية، لكن تكون يعني كل واحدة حرة بنفسها، يعني ما مرتبط قيمة بقيمة، يعني مو كلية تمثل لي قيمة كاملة، لا كل بت منفصل عن الآخر مستقل بحد ذاته individual، كل واحد من عندهم يمثل لي flip flow. The initial hardware يفترض أنه يشيك التالي. أولا لازم يعرف الـ state of register، الـ register مالتي شنو state مالتي؟ state reset 0 1 flow low overflow carry a anything. لازم هاي طبعا ان شاء الله تاخذوها الـ states لكل register. الـ sequence of micro operations، تسلسل المايكرو operations اللي لازم انفذها، وعمليات السيطرة للسيكونس في المايكرو اوبريشنز، يعني من ممكن يصير عندي مقاطعة، ممكن يصير عندي لوب وهكذا. خليت لكم بعض السمبل، البيسك سمبل، طبعا اكو غيرها ايضا، اللي ممكن ان تمثل لنا بدل ما اكتب الكود راح تمثل وكانه تمثيل لخوارزمية معينة. على سبيل المثال احنا لما نكتب letters، لما نكتب احرف، هذه نشير الها يا اما ريجستر او فد مواقع بالذاكره. لما اخلي هاي القوسين معناها اني ماخذ جزء من ريجستر، مثل هذا المثال يقول ار1 وبعدين يجي وش مسوي 07، يعني اخذ من الريجستر الاول اخذ البتات من الصفر للسبعه، ماشي. هنا الار2 بين قوسين ال معناها اخذ اللو، الجزء اللو من الريجستر، وتعرفون الريجسترات بالتقسيم واخذتوها ان شاء الله بالكورس الاول، اكو لو وهاي وهكذا. هذا السهم الاشاره اللي يجي من اليمين الى اليسار معناها تحويل البيانات سواء كوبي او غيرها. فهنا لما نقول ار2 يجيني هذا السهم ار1 معناها البيانات او المعلومات المخزونة بالR1 راح أسوي لها كوبي وأحولها إلى الR2. الفارزة هذه هي تفصل بين المايكرو أوبريشنز، يعني مثل هنا بدنا نخليها. أحيانا أحتاج إلى أكثر من ريجستر، ممكن أنا أفصل بيناتها بالجهاز الواحد. هنا اكو شيء اسمه كنترول، يعني هاي ايضا واحد من الرموز اكس، يعني ايا كان الكنترول، بعدين يجي الاوبريشن. كنترول مثل احتاج ليبل اريد اسوي له لوب، مثلا عندي لوب في داخل الانستراكشن ماتشي، ايش اسوي؟ واحد من الاعازات اريده ارجع له، فانطيه هنا زينت، يعني معناها اشير اله اللي احنا نسح له ليبل، فانطي ليبل ايضا. هذه الليتر ايضا يعني تعرف بليتر، ممكن ليتر وياها رقم. هذه اشير الها قبل الانستركشن. هاي بعمليات غالبا عمليات اللوب او الاشاره الى انستركشن محدد، فاشير عن طريق حرف بعدين نقطتين راسيه. الكنترول سيركتس، كنترول ريجستر اوبريشن، تحول لي البيانات. هذه كليتها طبعا المثال السابق كليتها تحت سيطرة السيجنال الإشارة X، فيما إذا أني استدعيتها أو لا. هنا
هذا الهاردوير يمثل لي العملية سابقة. أنا عندي كنترول سيركت اللي هو الإكس، خليته هو اللي يسيطر على عملية اللود، لأن هو الأساين، هو السيجنال مالتي، ومن الممكن أنه ينطيني صفر واحد، أنطاني صفر أمشي اللود، أنطاني واحد ما أمشي اللود. طالما اسمه كنترول معناه هو المسيطر على العملية. فأني هنا عندي عملية لود من ال R2 إلى ال R1، مو هيك كان؟ N يعني مجموعة البتات أو البيانات الموجودة بال R1 إلى ال R2. كلوك، لأن من الممكن أنه أخلي كلوك محدد على عملية الكونسول وتنتهي، مو أخليها مستمرة. لنفرض أنه أنا عندي جمع اثنين ريجستر R1 و R2. الهاردوير امبلمنتيشن لهذه العملية، أولا عندي أنا كتبت العملية تي والنقطتين R1، معناها شنو عندي؟ معناها عندي هاي الريجسترين راح ينجمعون ويردون يرجعون واحد من عندهم. التي هو عملية هو الكنترول اللي حكينا عليه، ومن الممكن أن يكون ليبل إذا كان عندي لود. فأنا هنا شنو اللي أحتاج؟ أحتاج عملية جمع، أحتاج أجمع الـ R1 والـ R2 ويرجع الناتج بالـ R1. فراح أجي هنا أنا عندي الـ R1 والـ R2، شلون أرجعهم؟ أجي هنا أسوي عملية جمع بين الـ R1 والـ R2 عن طريق هذا السهم النازل من الـ R1 والسهم الصاعد من الـ R2. عملية الجمع هذا السهم يمثلها انه انا ارجع اوديها بال R1. طبعا هو هذا مثل ما قلنا السمبل الرمز للترانسفير لحركه البيانات. اذا اخذنا الباس اند ميموري ترانسفير، ما انا شلون تصير عمليه ترانسفير وشلون يتصل سي بي يو بالميموري وياخذ البيانات؟ من الممكن انه لكل بت يكون لاين واحد، لاين منفصل حتى يوصل لي البيانات من الذاكره الى الريجستر وبالعكس. لكن هذا الشيء طبعا مكلف جدا وغير منطقي انه اني كل بت اخلي له لاين، يعني فشيء حيصير هيوج من اللاينات. لذلك وجد شيء، وطبعا بهالحاله راح نحتاج منطقيا نحتاج اثنين في سوري ان من البتات، ايش قد عدد البتات مالتي ان في ان ناقص واحد، وهذا عدد كبير اذا كانت البتات او الريجسترات مالتي كلش كبيره. فاحتاج الى شيء اسمه بس. البس شغلته تقريبا مثل المالتي بلكسر، طبعا يشتغل على يعني دوائر اخرى، لكن الجنرال المفهوم العام الى مثل المالتي بلكسر. ادخل عده بتات وتطلع لي بت واحده، حتى بدل ما اني كل بت اودي لها لاين فاني اخذ مجموعه من عندهم. بالضبط هسه انت من تريد تروح توصل لجامعتك، اذا كل واحد خصصنا له سياره الشارع كله راح يميل، لكن اذا كل 40 واحد راحوا بس بحافلة كبيرة طبعا ما راح يصير عندي ازدحام والكلفة تصير أقل. منطقيا طبعا هذا الموضوع أفضل. فلذلك وجد شيء اسمه بس عبارة عن لاينات. هاي اللاينات توصل كل بت للريجستر مع والكنترول سيجنال إلى الذاكرة وبالعكس. طبعا حتى يقدر يسحبهم الفتش السي بي يو وينفذهم. احد اهم الانواع طبعا للباص مثل ما قلنا ياخذ مبدا المالتي بلكسر. اذا عندي كي ريجستر يعني 50 60 10 ايش قد ريجستر عندي، كل ريجستر بي ام بت راح نحتاج ان لاين باص. هذا معناها احنا راح نحتاج ان مالتي بلكسر لكل بت. السايز
للمالتيبلكسر يجب أن يكون كي في واحد، لأن الكي هو عدد الريجسترات في واحد اللي هو المخرج مالتي. إذن الباص هو الباث فالطريق لجمع جروب أوف واير، مجموعة من الوايرات، مجموعة من اللاينات، شو يسوي لتحميل الانفورميشن إلى من وإلى من السورس مالتها، سورس سيستم شو احنا مين نريد نوديها الى سيفر ديستنيشن، يعني مختلف السورس، مختلف المصادر الى مختلف الاهداف مالتي، من والى شو انا من الذاكره الى السي بي يو او بالعكس. ناخذ هذا المثال، يقول ارسم درو اباس سيستم ذات كونكت اربعه ريجستر، اربعه بت ايتش، كل ريجستر بيها أربع بتات. فأجي هنا إحنا قلنا مبدأ الملتيبلكسر صح؟ ملتيبلكسر يدخل هواية ويطلع واحد، قد ما يدخل يطلع لي واحد. هنا عندنا أربع ريجسترات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي أربع ريجسترات، كل واحد منهم أربعة في واحد، يعني يدخل لي أربعة ويطلع لي واحد. شوف كل واحد من عندهم دخل لي أربع لاينات وطلع واحد، أربع لاينات طلع واحد وهكذا، بس اللاينات منين دي تجي؟ هاي عندي الريجسترات مالتي، هاي المالتيبلكسر وهاي الريجسترات. طالما عندي أربع ريجسترات راح أسميها ريجستر A B C D، وكل ريجستر في أربع بتات، لأن إحنا المالتيبلكسر شلون سوينا أربعة بواحد؟ أربع بتات راح تدخل. فهنا أنا راح تتوزع الريجستر A ب 0 1 2 3 4 ريجسترات، كل ريجستر يروح على 1 ملتيبلكسر، سوري كل بت يروح على 1 ملتيبلكسر. اجي على ريجستر B ايضا 4 بتات، كل بت يتوزع على واحد من ال 4 ملتيبلكسر وهكذا. اذا كل ملتيبلكسر شنو دخله؟ دخله 4 من البتات، من كل ريجستر دخل له واحد، إذا طلع أربعة في واحد، المخرج شنو؟ واحد. يرجع الثاني كذلك، والثالث كذلك وهكذا. طريقة أخرى لعمل البص هي البفر، أو ما يسمى 3 state gate. الـ 3 state gate هي digital circuit تمثل لي ثلاث حالات، اثنين من عندهم هي logic 0 and logic 1، والثالث اسمه high impedance. هذه الحالة تكون يعني مو دائما ألقيها، وين راح ألقيها هاي الـ impedance؟ خلي نشوف اللي هي تكون عندي فيضان بالطاقة أو الطاقة خلص بعد، يعني ما أقدر أكمل الدائرة مالتي. نيجي هذه، يقول أنا عندي الـ A normal input أيا كان الـ A، راح يدخل للجيت مالتي، يطلع يا أما راح يطلع بقيمة الـ Y. شلون؟ يقول أني هذا اعتمد على الكنترول، إذا كانت طبعاً الواي هي فد أوتبوت محدد، يقول إذا كانت الكنترول اللي هي بت أصلاً لو صفر لو واحد، إذا كانت قيمتها واحد فالواي راح ياخذ قيمة الأي، شقد طببنا أي راح الأوتبوت نفسه، لكن إذا كانت قيمة الكنترول أنبوت هي صفر لا، عندي هاي امبيدنس وهنا ما راح اقدر يعني استخدم الانبوت مالتي اللي الاي بالعمليه، يعني المخرج مالتي راح يكون اب نورمال. طلاب نجي على المايكرو اوبريشنز. المايكرو اوبريشنز هو مجموعه من الاوبريشنز اللي تنفذ بواسطة النظام على بيانات مخزونة بالريجسترز. كل مايكرو أوبريشن يمثل لي simple operations performed، يعني تؤدى على البيانات اللي مخزونة بالذاكرة. خلينا نشوف
احنا عندنا اربع انواع من المايكرو اوبريشنز، الاكثر شيوعا طبعا. اولا الريجستر ترانسفير، حكينا عليه قبل شويه، انه اني تحويل الباينري انفورميشن من ريجستر الى اخر. اريثمتيك اوبريشنز، عمليات الجمع ومن ثم تحويل الناتج الى موقع ذاكره او ريجستر. وطبعا هاي ايضا تشتغل على الباينري وعلى النيوميريك داتا. لوجيكال اوبريشنز، لوجيكال اوبريشنز مثل عمليات الكومبير، يعني المقارنه، مثل عمليات الاند الاور وهكذا. طبعا هذه كلها لوجيكال. الارثمتك بالمناسبه طلاب تاخذ كل العمليات الرياضيه عدا المالتيبلاي اند ديفايد، يعني عدا الضرب والقسمه تؤدى بطريقه اخرى. النوع الرابع اللي هو بقى شيفت مايكرو اوبريشنز، هذا يسوي عمليه شيفتنج للتمبرري داتا، اكو بيانات عندنا مؤقته نحتاج أن نسوي لها شيفت، واللي تمثل لي ويكون ممثلة بالريجستر. حكينا على الأريثمتيك أوبريشنز وقلنا إنه عملية الجمع، الناقص، الزائد وهكذا. لكن هناك الملتيبلاي والديفايد لا تتم بهالطريقة، لا نستخدم لها عمليات الشيفت أو subtract بالنسبة للديفايد. أما بالنسبة لعمليات الضرب فيستخدم عملية الأد والشيفت مايكرو أوبريشنز. بشكل عام subtraction طبعا تعرفون أنه عملية ناقص من قيمة إلى قيمة أخرى وتخزن بقيمة ثالثة، قد يكون نفسها طبعا. وأيضا من ضمن عمليات السبستراكشن هي الونز كومبليمنت، اللي أقلب بها الزيرو إلى وان والوان إلى زيرو. مجرد أن أضيف لها واحد آخر راح يصير عندي تشوز كومبليمنت. فمن الممكن أني تشوز كومبليمنت بتكون عبارة عن جمع وطرح بنفس الوقت، ونشوف إن شاء الله مثال عليها شلون تتنفذ. الريجسترز عادة يعني تحتوي على الفاكشنز الخاصة بها. السيكونس مايكرو اوبريشنز تنفذ البيانات اللي داخل الريجستر، والكنترول ديفاين السيكونس اوف مايكرو اوبريشنز، هاي خلاصة عمليات التنفيذ للمايكرو اوبريشنز. الارثمتيك مايكرو اوبريشنز نفذ لي عدد من العمليات اللي نحتاجها، مثل الباينري ادر. الباينري ادر هو ديجيتال سيركت اللي يعني تولد لي عمليات الجمع الرقميه، ارثمتيك سم لتو باينري او ممكن اكثر مهما كان طولهم. هنا عندكم تذكرون انه الفول ادر يضيف تو بت فقط من البريفيوس كي، يعني عندي 2 بت فقط دائما من يجمعها الفول ادر. نجي نريد نجمع، خلينا نشوف هذا المثال. build digital circuit that can perform the following operations. عندي هاي الاوبريشن A زائد B، عندي الاوبريشنز A ناقص B. لنفرض انه اثنيناتهم الA والB هم 4 بت سايز. اولا نتذكر انه نحتاج الباينري اجر حتى نمثل عمليات الجمع للاربع بت. نشوف هذا الفيجر، هذا فيجر 5 مالتنا. شو يمثل لي؟ يمثل لي عمليه الجمع بين هذول الرقمين، هم رقمين بس كل واحد من عندهم 4 بتات. اذا انا ايش اسوي؟ هو دائما الفول ادر يجمع لي بتين بتين، ما ياخذ الارقام مباشره. فيجي عندي 1 2 3 4، عندي اس
0 اس 1 اس 2 اس 3 الناتج مالتي. وعندي الكاري، الكاري البريفيوس اللي هو الفول ادر ياخذ الكاري بريفيوس، الكاري من العمليه السابقه. اول واحد الفول ادر ما راح يدخل الكاري، او حتى لو دخله هو صفر لانه ما عندنا هذا اول واحد. فاحنا عندنا رقمين اللي هو الاي والبي، اول بت من الاي واول بت من البي تدخل بالفول ادر، يطلع منها الكاري والسميشن. طبعا اذا اكو كاري، اذا كان طبعا واحد او صفر ايا كان قيمته، يدخل وياه من بالدائره الاخرى اللي هي الفول ادر، اللي هي ناخذ البت الثاني للاي مع البت الثاني للبي ونجمعه هكذا الى ان يوصل الكاري الاخير اللي هو من ناتج العمليه كليتها. بالنسبة لل addition. إذا جينا على subtraction، subtraction الـ A ناقص B، ديك الساعة سوينا الـ A زائد B، الـ A ناقص B وين نروح؟ هسه نتذكر الـ 1's complement والـ 2's complement، نفسخها للشغل مالتنا ونقول أني بالبداية راح أسوي 1's complement لـ B، يعني B داش اللي هو أقلب الصفر واحد والواحد صفر واضيف له واحد، بعدين اجمعه للاي. فالعمليه كلها ايش راح تصير؟ راح تصير اي زائد الكومبلمنت مالت البي زائد واحد. الدائره مالته شنو؟ هذه نفسها الفوق، لكن هنا للبي خلينا له هنا دائره النوت حتى يحول لي الصفر واحد والواحد صفر. ماشي طلاب؟ يعني اي تغيير ماكو، فقط اتذكروا انه اني طبعا مع جمع الواحد انه اني سويت البي هنا ماشي، خليته بهذا الجيت حتى يطلع لي الصفر واحد والواحد صفر، بعدين يروح للفول ادر ويبدي يجمع. هنا هذه الدائره هي الاكس اور. ليش اكس اور؟ لان الاكس اور هو ينفذ لي عملية الـ 2's complement. إذا أخلي الـ not وحدها راح شو ينطيني؟ ينطيني 1's complement، فأخلي XOR حتى ينطيني 2's complement وبعدين أجمعها ويا من؟ ويا الـ A مباشرة، الـ A ما معي يعني ما عنده أي عملية لا 1's complement ولا 2's complement. احنا واحد فقط، الثاني اللي ده النقص من الـ A اللي هو اللي نسوي له 2's complement. إذا أخذنا موضوع الباينري انكريمنتال، الباينري ممكن أنه أقلل بواحد، وطبعا الديكريمنت معناها أزيد بواحد، وهذه تفيدنا بعمليات الكلوك، بعمليات الانكريمنت لبيرفورم اندبندنت ريجستر، عندي ريجسترات عملية وتكون مستقلة وأريد أستخدم لها. هذا ايش نحتاج بيها؟ نحتاج الهالف ادر. الفول ادر احتاجيناه بعمليات الارثمتيك، الباينري انكريمنت نحتاج بيها الهالف ادر. ودائما اذا عندي ان بت باينري انكريمنت معناها احتاج ان هالف ادر. نشوف هذا المثال. Design an increment for incremental for number A اللي هو 4 bit. لازم نخلي بحسابنا انه least significant adder دائما بي 1، يعني دائما اول significant bit مالته هو واحد، بينما الكري يروح للهالف اجر، يعني اول هالف اجر بي واحد، بينما الكري مال هالف اجر الاول يروح للباقيات، لان احنا محتاجين كري، فمنين نجيب له كري للهالف اجر؟ نضيف له، مجرد نضيف له واحد. تنفوا الفكره؟ هاي هنا أنا بالديزاين تبين. انا عندي تتذكرون بالفول اجر خلينا الكري للبريفيوس ايا كان هو ايا كانت كنت، هنا لا
أول هالف أجر راح أضيف له واحد على أنه الكري، والباقيات ما أضيف لهم هو الكري مال كل دائرة راح تجي يعني وتغذي الباقين. فأنا عندي هنا عندي الـ A أريد أسوي الـ increment وهو 4 بت، طالما هو 4 بت إذا نحتاج كم هالف أدر؟ نحتاج 4، كل بت يدخل واحد من الدائرة، أول واحد راح أدخل له واحد يدخل بالهالف أدر، السميشن تطلع يعني معناها السميشن راح يطلع عندي 4 بتات زائد الكري 5 طبعا حسب قيمة الكري. فعندي البتش الأول ويا الوان الأول اللي دخلناه وتصير عملية الصم، الكاري راح يروح للثاني وتصير عملية الصم وهكذا. مثال أعطي الهاردوير required المطلوبة حتى أنفذ the following micro operations. عندي الـ T اللي هاي الـ control طبعاً مال T واللي هي ممكن تكون label، R1 زائد R2 تروح على الـ R1 نفس شفتوا بالمثال الأول بتنفيذه، طبعاً هذا يتبع عملية الـ addition. الـ arithmetic micro operations with overflow detection، أنا أريد أشوف هل عندي detection أو ما عندي. طلاب لهنا إن شاء الله باكر نكمل محاضرتنا على خير وسلامة، وأشكر حضوركم.